السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة تي بي اتش دي. هذا الفيديو مهم جدا لكل محبي النباتات، لأنني سوف أقوم بمراجعة جهاز يقوم بسقي النباتات أوتوماتيكيا. هذا الجهاز وهذه الأكسسوارات التي تأتي معه، هذا يعني ورقة بها يعني طريقة الاستعمال وبعض الإرشادات، وهذا هو الجهاز الذي يعني عمل كمضخة من أجل ري الشتلات بشكل أو بطريقة أوتوماتيكية. وهذا أنبوب شفاف يستعمل من أجل التوصيل بين الأجزاء، وأيضا سحب الماء من القارورة أو أي منبع مياه. أنبوبي تقطير، كل أنبوب يكفي لري 4 شتلات. نقوم بالتوصيل بين الأجزاء باستخدام الأنبوب الأبيض، ونقوم بتقطيع الأنبوب الأبيض إلى أطوال تناسب الشتلات ومنبع المياه. فمثلا الأنبوب الذي سيكون في المدخل برمز إن باللغة الإنجليزية، يجب أن نتأكد من الطول المناسب الذي سيصل إلى قعر القنينة، ونفس الشيء بالنسبة للأجزاء الأخرى. يعني يجب أن تكون المسافة التي نقطعها تكفي وتتلائم مع وضعية الشتلات التي لدينا. نستعمل هذا الأكسسوار، والذي هو عبارة عن أنبوب يعني ثلاثي المخرج، لكي نقوم بالربط بين الجهاز وبين أنبوبي التقطير. بالنسبة لهذا الأكسسوار، فهو يستخدم من أجل حمل هذا الجهاز أو وضعه في المكان المناسب، يعني دائما يكون فوق القارورة أو منبع المياه. هذا الجهاز أو المضخة الأوتوماتيكية يشحن عن طريق مايكرو يو اس بي. يعني عندما يشحن يكون يعني مكتوب في الشاشة اون، يكون في طور الشحن، وعندما يتم شحنه تتغير إلى أوف. وبالنسبة لعمر البطارية في هذا الجهاز، فهي تدوم لمدة قد تصل إلى شهرين. بالنسبة للزر داي، نقوم يعني باختيار المدة التي يقوم بري الشتلات، يعني هل كل يوم أم كل يومين أم كل 3 أيام. أنا هنا اخترت 3 أيام. وبالنسبة للزر تايم، نقوم باختيار عدد الثواني التي يقوم باستغراقها لري الشتلات. يعني ترتفع، يعني من الأحسن رفع من عدد الثواني عندما تكون يعني مثلا لدينا 8 شتلات، نقوم باختيار يعني عدد من الثواني يكون أكثر من 60، وإن كانت 4 شتلات نقوم بتخفيض المدة. قمت بتركيب الجهاز حتى يتسنى لكم مشاهدته وهو يقوم بسقي النباتات. بالنسبة لثمن الجهاز، فهو لا يتجاوز 40 دولار فيها مصارف الشحن. يمكنكم إيجاد هذا المنتوج في المواقع الصينية فقط بالبحث عن هذه الجملة باللغة الإنجليزية، وسوف تتمكنون من إيجاد الجهاز. إن أعجبكم الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر إعجاب تشجيعا لنا لكي نقوم بإعداد فيديوهات أخرى مفيدة. والسلام عليكم ورحمة الله.